شكرا. كما قلت نبداو في جدول الاعمال ديال الدوره الاستثنائيه 12 نوفمبر 2015. النقطه الاولى هي الدراسه والتصويت على مشروع ميزانيه السنه الماليه 2016. في البدايه كنعطي الكلمه للاستاذ الاشرفي باش يعطينا تقرير اللجنه الماليه. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سيد الرئيس بالنيابه، السيد ممثل السلطه المحليه، اخواني واخواتي، الساده الاعضاء، محترمين جميعا، انه طبقا وفي اطار القانون المنظمي للمجالس الجماعيه وعملا بالقانون الداخلي الذي حدد اختصاصات ومهام اللجنه المكلفه بالميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه، قامت هذه اللجنه بدراسه مشروع الميزانيه لسنه 2016 بشقين، واعدت تقريرا في الموضوع وخلصت فيه الى اقتراحات وتوصيات. استاذ اشرف الله يخليكم.